تقديرنا للمعروض طبعا السوق ما زال يحتاج إلى معروض عالي بسبب الطلب المتزايد والنمو المتسارع، خصوصا من المساحات اللوجستية وكذلك مرافق التخزين من الفئة ألف جدا محدود. ويعود هذا السبب إلى سلوك الحذر والمتحفظ للمستثمرين وملاك الأراضي في الاستثمار في هذا القطاع، على الرغم من النمو المتزايد خاصة في الرياض، حيث بلغت نسبة الإشغال في الرياض 97%، وكذلك خلال 12 شهر الماضية ارتفعت نسبة الإيجارات بنسبة 10.5%، مما يعزز من نمو وكذلك دعم القطاع الصناعي واللوجستي. وما توقعاتكم للمرحلة المقبلة؟ هل تتوقعون زيادة في هذه المساحات الموجودة؟ وما توقعاتكم أيضا لأسعار هذا النوع من العقارات؟ والله بالنسبة للمعروض، نعم المعروض فيه ازدياد، ولكن في الفئة الثانوية باء ومرافق التخزين. أما بالنسبة للأسعار فالأسعار في ازدياد، وذلك لنقص المعروض، وكذلك موقع المملكة العربية السعودية من الاستراتيجي من الناحية الجغرافية، وحيث أنها تطل على البحر الأحمر والخليج العربي وممر عالمي للأسواق العالمية، حيث تشرف على 13% من التجارة العالمية. كل هذا يعزز من نمو القطاع وارتفاع الأسعار فيه، وبالتالي استمرارية إذن لارتفاع أسعار الإيجارات للمستودعات برأيك؟ نعم. والفئة الممتازة متى تتوقعون دخول معروض أكبر منها؟ والله يتطلب يعني الحكم في هذا الأمر يعني صعب جدا، لأنه يتطلب استثمارات ضخمة في هذا القطاع وتعاون بين مطورين محليين ودوليين. سيد عبد الإله، وهل هذه المشكلة موجودة أيضا بكل المدن السعودية الأساسية غير الرياض؟ نعم. نفس المشكلة موجودة بجدة، كمان عم نشوف ارتفاعات بالأسعار؟ نعم، هناك نسبة الإشغال بجميع أنحاء المملكة بلغت 97%. طبعا المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة هي التي قادت النمو الصاعد في هذا القطاع. وإلى أي مدى هذا مرتبط أيضاً بارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت؟ يعني ما هي العوامل الأساسية اللي أنتم بتفسروا أنه أدت إلى ارتفاعات قوية بالطلب على المستودعات؟ أولاً المبادرة أولاها طبعاً المبادرات الاستراتيجية الحكومية والاستثمارات الضخمة في البنى التحتية، وكذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تحت رؤية 2030، يهدف إلى وضع المملكة العربية السعودية كقائد صناعي عالمي. وكذلك صندوق التنمية الصناعي قدم استثمارات خلال 5 عقود الماضية بقيمة تجاوزت 180 مليار لأكثر من 4000 مشروع، بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات فيها 700 مليار ريال.